السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. الحمد لله، تفضل. الله يرضى عليك. بالنسبة اللهم صل على النبي، في مسجد قايم على خدمته واحد موظف بياخد راتب. ايوه. بس سايبه اللهم صل على عنكبوت والتراب والدنيا فيه بايظة خالص. مهمل يعني، عامل مهمل. عامل مهمل، هل جيران المسجد يقسمون ما نظفوش؟ لا يسمون، لكن يكلموا العامل. العامل ما بياخدش ود مولانا، يعني تركه خالص. يعني عامل الحكومة ولا عامل بياخد أجره من من؟ بياخد أجره من الحكومة. خلاص يبلغوا فيه شكوى للمفتش. يعني بتروح المسجد ما تتلذذ في صلاة، يعني مسجد مهجور، يعني مش عارف اقول لك ايه. فانا بقول بقترح على الاخ اللي هو جار المسجد، قلت له انت مقتدر، جيب واحد ينظف المسجد كل يوم جمعه واعط له 100 جنيه ينظفه طالما هو العامل. هو لا ياثم، لا ياثم ان لم يفعل، وان فعل يثاب. السلام عليكم.